تمام شباب، نكمل وياكم. وصلنا لهذا التاب اللي هو يعبر عن اقتباس دوك كيود. اوكي، هذا مقتبس من صفحة خارجية. يعني هسه هاني اذا اردت نستخدم هذا التاك، ليش نستخدمه؟ يعني نريد نسوي فد فقرة من صفحة خارجية مثل ما موجود هنا. اذا تلاحظ، خلينا نفتح ونرجع نكمل. هسه هاي اذا تلاحظ usually add into block يعني element for يعني هنا راح تلاحظ انه هنا موجود شنو عندي النص. مثل ما تلاحظ هنا هذا النص من رابط اخر. اوكي، رابط اخر او صفحة اخرى، صفحة اخرى. اوكي، اما رابط اخر او صفحة خارجية، فاستخدم هذا الاليمنت. اوكي، انا اشوف الكومنت HTML كومنت. تمام، شنو HTML كومنت؟ خلينا نجي ناخذ هذا كوبي، نجي نضيفه هنا، سوران. لاحظ انه كل شيء ما حدث، لم يحدث شيء. لماذا لم يحدث شيء؟ انظر، write your comment here. خل اذا شلنا هاي الجملة منا ومنا، سوينا run، ما يحدث شيء، نرجع نكتبها، نشيل هاي، ظهرت العبارة. اذا جيت اريد هاي اخليها هاي العبارة داخل comment، شنو اللي اسوي؟ تلاحظ انه ظهرت باللون الاخضر. انا اسحب زوم حتى اشوف. تلاحظ انه ظهرت باللون. هسه اني اريد هذا كله اللي كتبناه قبل شوية، اللي قلنا هو مقتبس من مكان خارجي، اريد اسوي كومنت يعني ما احتاجه حاليا. شنو اللي اسوي؟ اول شيء علامة تعجب، ثم شارحتين. شارحتين حيظهر هيك بهذا الشكل حتى ينتهي الاغلاق مالته. عفوا، نهاية الإغلاق تسوي شارحتين أخرى. أوكي، يعني لازم شارحتين بالبداية وشارحتين بالنهاية. بالبداية علامة تعجب، شارحتين بالبداية وشارحتين بالنهاية فقط. راح يصير هذا عبارة عن تعليق داخل الصفحة. يعني هسه أنا أريد أوضح يعني المصمم اللي يجي من بعدي حتى يكمل على تصميمي أو يضيف أشياء جديدة، ممكن اخذ من القالب اللي انا سويته. القالب اللي انا سويته ما ضايف بيه اي شروحات، يعني ما منطي مثلا هنا انا اكتب فد جملة معينة، اكتب هنا تم اضافة مقتبس من صفحة خارجية. ماشي، هنا راح يتوضح للي يجي ورايا مباشرة سويت له شنو تعليق، انه انا سويت شنو الفعل اللي سويته بهاي الصفحة. الظاهر اذا سويت ران، ما تشوف، لاحظ كل شيء ما ظهر، لان هذا مجرد داخل عفوا داخل منو، داخل الصفحة، يعني داخل التكويد، ما راح يظهر لليوزر، حيظهر بس اله. ماشي، هذا فائدة الكومنت. تلاحظ انه هنا كاتب this is a comment, this is a paragraph. هنا يكتب another paragraph، كتبنا paragraph اخر مثلا كمثال. هذا كل ما متعلق بالكومنت. نجي على الكولر. شنو الكولر؟ الكولر يعني معناته تحدد background. قلنا احنا انا attributes مثلا، اني ناخذ هاي كوبي، نحذف او نخليه، ما عندنا اشكال. هلو وورد، هاي شنو هنا؟ هلو وورد هنا ليش ظهرت خلفيتها باللون الازرق؟ هنا حدد الاتريبيوت ستايل، بعد ذلك حدد باك جراوند كلر. باك جراوند كلر، من تريد تغير خلفية النص تخلي خلفية اخرى، تستخدم باك جراوند كلر.
هنا بلو مجرد يعني اللون الأزرق، هذا ياخذ الألوان، يعني مجرد تجي هنا شوف الألوان، مثلا ناخذ هذا اللون فنجي هنا نضيفه بهالشكل راح يظهر اللون مثل ما تلاحظ. إذا أريد أورنج أجي هنا غيرته صار أورنج هذا الشكل. أكو ألوان ثابتة أساميها تقدر تستغني عنها، تقدر تاخذ بيها انت حر. اذا تريد تستغني عنها مجرد عندنا بالانسبكت نحدد الالوان، مثلا هسه انا ارجع هنا، اذا تلاحظ اني سويت انسبكت ظهر بالاورنج، شوف لاحظ ظهر الاورنج، فاني شو اسوي حتى اطلع الالوان؟ لاحظ بس مجرد ادوس عليها ضغطة واحدة حتظهر الالوان. تقدر تستغني عنها، مثلا تختار نقول اللون خلينا نشوف الألوان، مثلا هذا اللون، إذا تلاحظ تقدر تحدد وتلعب بالألوان يطلع لك الألوان مباشرة. هسه صار عندي هذا اللون، أجي ألغي الأنسبكت حاليا، خليها جوا بصراحة، أشوفها بعيدة شوية، خلينا نجي ننزلها تحت الصفحة. تلاحظ إنه حاليا إذا رفرشت ما راح يرجع بالأورنج، يعني انا ما حددت حاليا، اذا رفرشت خليني ارجع اضيفها، عفوا انا رفرشت بس داخل السيرفر. حاليا اذا تلاحظ انه طلع لي هلو وورد، ظلت الكتابة بس موجود ما بيها تعليق، فخلنا الغي واسوي تعليق حتى تظهر بس كتابتنا هلو وورد. اوكي هلو وورد. انا سويت قبل شويه، مجرد سويت انسبكت ظهر اللون، قلنا ندوس عليه حتى نغيره مثلا باللون الاخضر مثلا كمثال، فصار عندي اللون الاخضر هذا. اجي اسحبه كوبي حتى اذا تريد الالوان انت تحددها، اجي اسحبه كوبي واضيفه هنا وصوره، هتلاحظ طلع باللون الاخضر. لكن اني حتى نشوف اللون متغير عندنا، مباشرة انا اغير اللون وانطي مثلا اللون هذا اللون الوردي. اوكي هذا اللون الوردي، احنا خلنا ناخذ كوبي، حاليا ظهر هذا اللون عندي الأخضر، رجعته على الأخضر، أسحبها راح أضيف الوردي اللي قبل شوية اختاريته حتى نشوف التغيير شلون راح يصير مباشرة. هسه أنا ما راح ألعب بالأدوات، ما راح ألعب بأي شيء داخل الانسبكت، وحاليا هو تشوف اللون الأخضر. إذا سويت له ران لاحظ صار عندي يا لون اللون الوردي اللي اختاريته قبل قليل. أوكي هاي مجرد إضافة لكم. تمام هنا HTML كول HTML CSS HTML CSS تنسيقات، خلينا نشوف يقول CSS CSS هنا يعطيك يقول لك يساوي الستايلز اند كولرز using CSS inline style attribute inside HTML element داخل كل ان لاين، يعني داخل كل ستايل، يعني داخل كل سطر HTML تقدر تستخدم اتريبيوت ستايل حتى تسوي تنسيقات سي اس اس. كذلك اكسترنال، يعني شنو اكسترنال؟ يعني تقدر تستدعي ملفك الفايل اللي راح انت تستخدمه او الفايل اللي انت تريد تضيفه وتحدد الستايلات داخله، مجرد داخل الهيد، صفحة الهيد اللي قلنا صفحة الهيد معناته تكون دائما تعريفية، يعني صفحة الهيد خدناها بداية خدناها ببداية بالانترودكشن انترودكشن. هنشوف صفحة الهيد، يا هي صفحة الهيد، هذه صفحة الهيد، خلينا نجي ناخذها بداية ال HTML. هنا الهيد راح ينكتب مثلا التايتل، ماشي،
وبداخله نضيف لينك، مجرد لينك هيك بهذا الشكل. الريل ماله يكون ستايل شيت، ستايل شيت، و يعني الاتشرف، اتشرف مال الستايل، تستايل تكتب مثلا ملفك اسمه ستايل بهذا الشكل. خلي نرجع للسي اس اس ونشوف اللينك طريقته هل صحيحة او غير صحيحة. لاحظ هذا الشكل، يقول لك داخل الهيد تضيف لي، تضيف لي ريل ستايل شيت، وتضيف لي اتشرف اسم الملف الخاص بك، وتقدر تستخدم السي اس اس. احنا نجرب فد مثال على ذلك. فعندي هذا، انا اخذ الاتش 1 واخذ الباراجراف، هذا الباراجراف، واجي هنا داخل هذا الباراجراف، اجي هنا داخل هذا الباراجراف اضيف، حنطي اذا تلاحظ كل تنسيق ما موجود. شلون حنسق هذا this is a heading و this is a paragraph؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا عندنا نقدر نستخدم الستايل ونقدر نسوي ملف، ماشي. ولان انا حاليا دا استخدم سيرفر خاص ب دبليو 3 سكول، راح الغي الموضوع مال حاليا ما راح استخدم السيرفر. عندي هنا ملف قبل قليل بالشروحات استخدمناه، فاجي مثلا اخذ من عنده. عندنا شنو احنا نريد ننسقها؟ قلنا h1، خلينا نجي نكتبها h1، وعندنا باراجراف نسوي سيف، واجي بالمتصفح اعرضها. احنا عندنا الويب قلنا، و الويب قلنا اعتقد مو هذا اللي كنت استخدمه. ف سويت ملف باسم، اذا ما اذكر سويته بملف هيدر، يمكن هنشوف الملف اللي سويته. HTML open، تمام هذا ال HTML. This is a heading, this is a paragraph. حتى نتأكد انه هو هذا، نضيف لنا كم اس ثانية. نعم هو هذا الملف اللي سويته. اوكي ارجع، الملف هو هذا نفسه اللي سويته اني، وحاليا موجود هذا البلانك ما لك علاقة به، هذا ما يهمنا، مجرد فيروس. نرجع هنا نسوي ملف باسم ستايل. اوكي هذا الملف احنا راح ننشئه، الامتداد ماله يكون سي اس اس، امتداد سي اس اس. اجي هنا افتح الستايل، يعني افتح راح يظهر بهذا الشكل. هنسحب زوم شباب. حاليا فتحت الملف ستايل داخل النوت باد، لا فتحته، فتحناه. اجي اخذ هذا التنسيق اللي موجود داخل دبليو 3 سكول، اوكي انطي سيف، ونجي نسوي ريفرش داخل صفحتنا. تلاحظ انه اي تنسيقات ما ظهرت، ليش؟ لان اني داخل هذا الملف ما سويت استدعاء للملف. اوكي حتى اني غلطت هذا غلط عمدا حتى اعلمكم. مثلا تجي هنا تكتب اللينك ريال، اوكي شو تسوي حتى يظهر التنسيقات؟ قلنا لينك رين علامة يساوي ستايل شيت، اتشرف اتشرف علامة تساوي ستايل دوت سي اس اس.
طي سيف وخلنا نسوي ريفرش. لاحظ انه التنسيقات ظهرت حاليا. شنو هي التنسيقات الضافة بداخل السي اس اس؟ يقول اريد البودي يعني جسم الصفحة يكون باك جراوند الكلر مالته بهذا اللون، اريد الاتش 1 يكون الكلر مالته بلو، واريد الباراجراف يكون الكلر ماله ريد. وفعلا حاليا اذا تلاحظ باللون الازرق، خلينا نقرب، هذا الهيد ذيس از هيدنج ظهر باللون الازرق، وهذا ظهر باللون الاحمر، والخلفيه باللون اللي هو اختاره. ماشي، هاي بالنسبه اذا اريد البادي انطي تنسيقاته. وانا اشوف افضل انه تفصل الاشياء، يعني شنو الافضل؟ انه بدل ما تستخدم الاتريبيوت هنا مثلا وتقول ستايل هنا وتنطيه this is a heading مثلا، تنطيه كولر تقول له انا اريد الكولر مالته ريد مثلا بدل ما كان ازرق، وانطيه سيف، الغي هنا التنسيق اللي بال H1. انا اخترت هنا ال H1، ال H1 الغي التنسيق مالته من هنا وانطيه سيف، راح يظهر باللون الاحمر. وصح يظهر باللون الاحمر يعني حاليا، لكن الافضل انه تستخدم هذه الطريقة اللي داخل الستايل. ليش تستخدم هذه الطريقة؟ لأن حتى ترتب، وكذلك يصير عندك سرعة بالعمل، يعني بدل ما تقعد تكتب ستايل هنا وستايل هنا وستايل، لا مباشرة يصير عندك سرعة بالعمل بهذا الشكل. تمام، حب إن شاء الله وصلت الفكرة، أتمنى وصلت لكم. تمام، نكمل شرحنا. The CSS color the font family، تقدر تستخدم font size داخل ال CSS. تلاحظ هنا يقول لك color والfont family يعني نوعية الخط أو نوع الخط. هنا يقول لك حجم الخط شنو، تقدر تحدده border يعني الإطار، معناته الإطار. هنا تقرأ أكثر عن ال CSS مع ال HTML. Use the HTML style attribute for inline style. Use the style، تقدر تستخدم use the HTML element store style، تقدر تتحدد مجرد الستايل داخل نقول CSS. يعني هسه يقول لك عندك element اسمه style، عندك element اسمه style، هذا الستايل تقدر تضيف بيه بداخله داخل الهيت هنا، تضيف الستايل وتغلقه style بالشكل. هنا تضيف الامور مالتك، ما تقدر تستخدمها بهالشكل، لكن الافضل احنا قلنا نسوي ملف، هيظهر التنسيقات عادي ماكو اي مشكله، يظهر التنسيقات. ترجع ترفرش، ما راح يصير اي اعتراض، شيء عادي. فعندك عده امور يقول لك تقدر من خلالها تسوي ستايلات المن التنسيق ال HTML. أنا ظاهر حاليا مدى أوصل الفكرة بصورة صحيحة، خلي نكتب صورة معينة تعبر لنا عن شنو ال HTML شنو ال CSS. أنا أعتقد إنه الفكرة ما قاعد توصل بصورة صحيحة. خلي نكتب بالجوجل صورة، نكتب هيك بالجوجل صورة توضيحية لل HTML and CSS. خل نظهر الصور ونشوف فشي عبرنا عن ال HTML وحده وال CSS. هاي الصورة مثلا، لاحظ شباب هذا كل الموضوع احنا بدنا نسوي هذا ال HTML. شوفه هيكل، يصير تسوي تصميم بهذا الشكل؟ اكيد لا، لازم تنطي تلبسه هدوم، تلبسه حاليا هسه مثل ما تلاحظ البادي اصفر هنا، كل شيء ماكو هنا، الوجه منطي تنسيقات، ملبسه تكرم احذيه، الشورت منطي لون الازرق، هنا تلاحظ انه وين هنا وين هنا،
هاي الصفحة تظهر بهذا الشكل، وهاي الصفحة وين تظهر بهذا الشكل. اوكي، فهذا ال HTML بهذا الشكل، وهذا ال CSS. بعد ما انت سويت الهيكل تجي تعطيه ستايل بهذا الشكل. هذا كل ما ال HTML وال CSS. نكمل HTML. اللينك حكينا بيه اي تاك، قلنا انه تقدر تحدد عندك تارجت مثلا نجي هنا نحدد هذا مع التارجت، نجرب واحدة واحدة. اجي هنا اضيفه، نطي سيف، نطي ريفرش. اذا ضغطنا عليه ايش راح يسوي؟ سوالي صفحة اخرى، يعني سوالي ويندو نافذة جديدة بعد الضغط عليه. بعد الضغط عليه سوالي نافذة جديدة. ليش؟ استخدمت اتشرف بعدها تارجت. التارجت شنو كان؟ كان بلانك. اذا قلنا له بلانك راح ياخذني الصفحة اخرى. زين، اذا ما اريد بنفس الصفحة ينقلني بدون ما يسوي لي ويندو اخرى، شنو اللي هستخدم؟ يقول لك تحدد ديفولت اوبن دوكيومنت ذا ويندو سيلف. خلينا ناخذ هذا السيلف، طي سيف، سوي ريفرش، اضغط. مجرد ما ضغطت ما لاحظ ما تحول الى صفحه ويندو اخرى، بنفس الصفحه نقلني الى موقع اخر. هاي فائده البلانك والويندو السيلف. تمام، نجي على الايمج. الايمج مجرد احنا شرحنا عليه انه انا تاخذ اي صوره، تاخذ مالت حيكون التاك مالتها ايمج، ومجرد الاس ار سي الايمج تحدد المسار مالتها، يا اما يكون داخل فايل الفولدرات اللي انت تستخدمها، اما يكون من رابط خارجي، والافضل انه يكون داخل الفولدرات اللي انت تسويها. تمام، تيبل. هناخذ المهم تيبل، نجي نسولف شوية عن التيبل. هناخذ هذا التيبل كامل، نشرح عليها واحدة واحدة. سوي السيف، نسوي مجرد ريفرش. شوف، لاحظ ظهر لي بهذا الشكل. هذا جدول الهيكل، الجدول راح يكون بهذا الشكل بس بدون اي تنسيقات. ماشي يعني اي تنسيقات ماكو. زين، احنا خلنا نحذف الفوق او نعطي تعليق مباشرة حتى نلغي. شو تسوي؟ تسوي هنا علامة تعجب مرتين هذه، والنهاية تكون هنا بهذا الشكل. صار هذا كله عبارة عن تعليق. نجي الرفرش، هاي اللي عندي ظهر فقط الجدول. تمام، شباب، وحدة وحدة فوق. ايش تقرأ؟ تقرأ شوية تلاحظ انه الكومبيني يقول لك هاي الكومبيني، الكونتنت هذه الكونتنت، والكونتري عندنا اذن قد ثلاث اعمدة، هاي عمود اول، عمود ثاني، عمود ثالث. زين، خلي يجي يشوف تي اتش. اذا تلاحظ الرأس العلوي او الرأس الافقي المن يعني حاليا الكومبيني مكتوب اول شيء، لاحظ، وبعدين بعدها جاي الكونتاكت الاتصال، والكونتري الكونتري جاي بالاخير. اوكي، فأنا عندي بعض الملخص حتى نوضح لك واحدة واحدة. عندي ملخص راح اشوفك شنو معنات التيبل واحدة واحدة. التاج الرئيسي تيبل، يعني هسه عندنا شنو التاج الرئيسي؟
أول شيء التيبل تفتحه وتغلقه. يعني هسه احنا أول شيء نشيل هذا التي ار والتي اتش وهاي الأمور كلها. أول ما تبدي تريد تسوي جدول تاج الرئيس عندك اسمه تيبل. تسوي له كات هذا التاج وهذا الإغلاق مالته. يجي ورا منه وحده وحده، يجي ورا منه الصف العلوي تي اتش، الصف العلوي تي اتش، السطر الافقي تي ار، انشاء الخليه تي دي. الصف العلوي، الصف العلوي، خلينا نرجع، الصف العلوي منه تي اتش. شو يقول بعدين؟ السطر الافقي تي ار، تاغ انشاء تي دي، يعني خليه من تنشئها بالتي دي. اوكي، حاليا شنو اللي مسوي؟ هو مسوي لنا تي ار، كل تي ار يعني حاليا هاي التي ار المن قلنا الصف العلوي، ماشي، هذا صف، هذا كله يعتبر صف. تجي بعدها التي دي قلنا هاي الخليه، وهذا الصف شو يعبر هذا التي ار؟ السطر الافقي، يعني كل سطر افقي، الصف العلوي هذه اساس شنو؟ كل واحد بي تي ار حاليا، يعني هذا يعتبر تي ار. اذا ضفت تي ار اخر نسوي له كوبي وضفناه، نغير هنا اس دي اس دي اف 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 ام ام مثلا اتش اي جي، نعطيه سيف. حينزل جوا تلاحظ عندي صارت اس اس دي اف اس ام، هذا كتبته هيك مجرد 1 2 3، هذا صار كلته عبارة عن شنو؟ خلية. هاي الخلية اوكي، وهاي خلية وهاي خلية اوكي، هاي كلها خليات تمام. تيبل سيل هنا يقول لك عندك تيبل تحدد به الامور. example بيرسون تمام. تيبل بوردر زين. البوردر ها تيبل بوردر، هذا التنسيق مال التيبل، من اللي احدد الخلية اسوي له بعض التنسيقات. خلينا نسوي له داخل السي اس اس، سوي ريفرش. شوف لاحظ شلون ظهرت الشريط اللي عندي قلنا العلوي، الخليات اللي احنا سويناها بهذا الشكل، هذا التنسيق مال الجدول. اوكي اذا تريد يظهر بهذا الشكل، خلينا نجي نسوي بوردر كود، خلينا نجي نرفرش ونشوف شنو راح يصير. لاحظ ظهر بهذا الشكل، واللغة اللغة هذه البوردر بلاك شوية ظهر نشاز، بس مجرد تكتب هذا السطر هيكون شوية أهدأ يعني. ماشي، تقدر تحدد الألوان يعني للباك جراوند الخاص بكل، تقدر تسوي له يعني بهالشكل تنسيقات بوردر راديوس. يعني هسه حاليا البوردر راديوس إذا أردنا نسوي البوردر راديوس بهذا الشكل، سوي له بوردر راديوس، لكن البوردر ينلغي. تمام، بوردر راديوس
لاحظ يكون بهيجي يعني بهالطريقة هاي بهالتنسيق، شوية مدبب يكون خلية مدببة. ماشي، هنا يوضح لك كل من وعمله. يعني مثلا يقول لك إذا تريد تنقيط تستخدم هذا، إذا تريد يكون بهذا الشكل تستخدم هذا، إذا تريد هيك يظهر. فكل من منطيك طريقته. الشرح واضح إن شاء الله. نجي على تيبل سايز، خلية تريد تحدد يعني الخلية شلون تظهر بها طريقة. تلاحظ الخلية هنا شلون ظهرت، مثلا الخلية الأولى تكون في الشكل، خلية شوية أعرض منها، هنا تحدد الويدث مالتها 70% مثلا، تي اتش هنا عندي الشريط العلوي ماخذ 70% من الصفحة. ماشي، فخلنا نجي نشوف مثلا هنا، نسوي له مجرد مشاهدة. تلاحظ شلون ماخذ 70% من الصفحة، يعني تنسقط. تيبل هيدر، عندك هيدر فوق، هيدر هو نفس الشريط العلوي اللي حكينا بيه. بادنج سبيسنج بين جدول جدول، بين خلية وخلية تنطي مسافات تقرأ هنا. والستايل تيبل ستايلينج، تجي هنا تنسق كل خلية، تنسق الجدول بطريقة معينة. اوكي، خلينا نشوف وقت الفيديو. تمام شباب، نكمل، انتظروني ثواني.